كابتن صالح الله يرحمه قدوة للشباب، قدوة لكل الأجيال، الأجيال اللي فاتت والأجيال اللي جاية، رمز انتماء للوطن، رمز انتماء للنادي، رمز انتماء للعبة. كابتن صالح هي حكاية كبيرة قوي. كابتن صالح اسمه في الكورة لامع جدا، رمز الكرة المصرية، تعلمنا منه الأخلاق والأدب، رمز الكرة المصرية كابتن صالح سليم، معلم الأجيال كلها. ربنا يرحمه كابتن صالح سليم، قدوة لكل الشباب، وكان أخلاق بصراحة يعني، وكل الجيل الحالي والجيل اللي قبل كده بيقتدوا بالكابتن صالح سليم، فهو على ما قد كان حازم في قراراته فهو كان حليم وكان بيفكر كتير في القرار قبل ما يطلعه. ربنا يرحمه ويكتر من أمثاله، وإن شاء الله نلاقي الجيل ده والجيل الأجيال القادمة إن شاء الله زي الكابتن صالح سليم. كان رئيس نادي كبير ولعيب كرة محبوب من الجماهير كلها وناس كلها بتحبه، حتى كل فترة الذاكرة بتاعته، ذكرى ميلاده، ذكرى وفاته، كلنا بندعي له ومحبوب في قلبنا على طول. أحب أقول إن الكابتن صالح سليم هو أسطورة من أساطير الكرة المصرية، وطبعا النادي الأهلي كله ماشي على المنظومة اللي هو كان حاططها ماشي، ونحترم جميع الرؤساء من أول الكابتن صالح سليم، الكابتن حسن حمدي، مهندس محمود طاهر، الكابتن محمود الخطيب، وكل اللي جم قبلهم واللي هيجوا بعدهم. هو رمز من رموز النادي ورمز من رموز البلد ورمز كمان من رموز الراجل المحترم اللي هو بيلتزم بالمواعيد وبيوفي بالمواعيد وعنده مبادئ وأخلاق. يعني هو رمز من رموز الأهلي في المبادئ وفي الأخلاق، يعني كلنا بنحبه وبنحب الذكرى بتاعه ونضرب بالمثل في أي مشكلة.